لشهر رمضان في تونس عبق خاص يتماشى مع تقاليد البلد الذي لا يزال يحافظ على هويته الإسلامية المتجذرة فيه، إذ يعتبر رمضان عند العديد من التونسيين شهر تجديد العهد مع اللمات العائلية وتوطيد العلاقات الأسرية، فهو شهر التزاور واللقاءات والخطوبات والأفراح، وفيه تتغير وتيرة الحياة، فرائحة أجواء الشهر تتميز بعبق خاص له. تبدأ حركة الأسواق الرمضانية في تونس منذ الساعات الأولى للصيام وتشتد لتهدأ تماما قبل فترة وجيزة من الإفطار، لكنها سرعان ما تعود خلال ساعات الليل، وقد تتواصل في بعض محلات بيع الخضار والمرطبات إلى الساعة الواحدة صباحا. انطلاقا من اليوم الأول لهذا الشهر الكريم، تأخذ مائدة الإفطار صبغة خاصة، إذ يستهل التونسيون إفطار رمضان بترديد عبارة صح شربتكم التي تعني بالصحة والعافية. وجرت العادة أن يفطروا على التمر واللبن، حيث تتميز مائدة الإفطار التونسية بنكهة خاصة لدى العائلات التي تصر على الحفاظ على تقاليدها وعاداتها. ومن العادات الحميدة التي تواكب هذا الشهر من ليلة دخولها التي يطلق عليها في تونس ليلة القرش ما يعده التونسيون في تلك الليلة من حلويات، ففي تونس يهيئ عادة إما طبق الرفيسة المكون من الأرز المطبوخ بالتمر والزبيب، أو المدموجة وهي ورقة من العجين المقلى مفتتة ومحشوة بالتمر والسكر. وفي الشمال الغربي لتونس تحضر العصيدة بالدقيق والعسل والسمن، أما في الساحل فتصنع الفطائر بالزبيب، في حين أهل الجنوب يطبخون البركوكس وهو دقيق غليظ الحبات بأنواع من الخضار. لا تخلو المائدة التونسية من الشوربة أو الحساء في كل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الطبق البريك الذي يتصدر المائدة في كل البيوت وبصفة يومية، وهو نوع من الفطائر المحشية يصنع من أوراق الجلاش وتتشابه مع السمبوسة، ولكنها فطائر كبيرة الحجم. ومن الأطباق الأخرى الشعبية التي توجد على الطاولة التونسية نجد الطواجن بأنواعها المختلفة، والطاجين طبق شعبي مميز يختلف صناعته من منطقة إلى أخرى، وهو عبارة عن كيك مالح يصنع من الجبن الرومي أو الموزاريلا مع البيض والبهارات وبعض الخضروات وأنواع اللحوم، وتمزج كل هذه اللوازم وتخبز في الفرن. أما السلطة على المائدة التونسية فلها أنواع كثيرة، ويتم تقسيمها إلى سلطة مشوية وسلطة نيئة خضراء. ومن الحلويات التونسية في شهر رمضان نجد الزلابية والمخارق التي تشتهر ببيعها الأحياء العريقة، أبرزها المنارة وباب الجديد، وهي حلويات يتم صنعها من القمح والعسل والسمسم. وبعد الإفطار يتسابق التونسيون إلى حضور صلاة التراويح ومواكبة مجالس الذكر والمحاضرات، كما تقوم السلطات التونسية بتنظيم ما يزيد عن 400 مسابقة لحفظ القرآن الكريم في مساجد البلاد كافة، وأشهرها المسابقة الدولية لحفظ القرآن التي تشهد أكثر من 15 دولة عربية وإسلامية، حيث يتولى الرئيس التونسي ختامها بتسليم جائزة رئيس الجمهورية الدولية للدراسات الإسلامية. وتشهد أعرق الجوامع في البلاد على غرار جامع الزيتون بالعاصمة وجامع عقبة بن نافع احتفالات دينية خاصة طوال شهر رمضان الكريم. تنظم العائلات الميسورة سهرات سلامية احتفالا بالشهر المعظم، والسلامية مجموعة من المغنين ينشدون على ضربات الدف أدوارا تمجيدا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه الاحتفالات تقتصر على الرجال فقط حتى يومنا هذا، غير أن النساء تشارك من بعيد بالزغرودة عند أجمل المقاطع.
كما تحتفل بعض العائلات في ليلة القدر بختان أطفالها بتنظيم سهرات دينية تحييها فرق إسلامية إلى حدود موعد السحور. ويستمد شهر رمضان في تونس خصوصيته من خلال العديد من الممارسات التي تمثل إحياء للعادات والتقاليد، كأبو طبيلة وهو شخص يقوم بحمل الطبل ويجوب الأزقة ضاربا على طبله لإيقاظ الناس لتناول السحور، وكذا إعادة إطلاق المدفع معلنين به عن نهاية شهر الصيام. ورغم التحول الكبير الذي طال كل جوانب الحياة، إلا أن الشعب التونسي لا زال محافظا على عاداته وتقاليده التي ميزته منذ قرون.